طلاب جامعة القاهرة نظموا كعادتهم مظاهرة جابت كليات الجامعة لمعارضة الانقلاب وتأكيد رفضهم مشروع الدستور الذي يقولون إنه صيغة تحت ما سموه وصاية العسكر. تظاهرات الخميس جاءت بالتوازي مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بفصل 5 طلاب من كلية الحقوق بدعوى مشاركتهم في الاحتجاجات وانتمائهم لجماعة محظورة. احتج الطلاب على قرار الفصل ورفضوا الدخول إلى الامتحانات المقامة في الكلية وتظاهروا عند مكتب عميد كلية الحقوق واقتحموه. عميد الكلية كان قد أعطى تفويضا مفتوحا لقوات الأمن بدخول الجامعة والسيطرة على أي تظاهرات طلابية فيها. انتشر الطلاب المحتجون خارج أسوار الجامعة لإكمال مظاهراتهم، ففوجئوا بقوات الأمن تحاصرهم في ميدان النهضة وتطلق عليهم الخرطوش والغاز المسيل للدموع. لم ينتهي المشهد بفض التظاهرات الطلابية خارج الجامعة، فقامت قوات الأمن مصحوبة بالعربات المدرعة باقتحام بوابات الجامعة على نحو لم يشهده حرم الجامعة العريقة، ولحقت الطلاب المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ما أوقع قتيلين وعدة جرحى من الطلاب بينهم محمد جابر نصار نجل رئيس الجامعة. ملاحقات الأمن للطلاب لم تتوقف عند هذا الحد وبلغت محطة مترو جامعة القاهرة، لينتهي المشهد باعتقال العديد من الطلاب والطالبات من داخل محطة المترو. أما الرواية الرسمية فتحدثت عن اشتباكات بين الطلاب داخل الجامعة، مما دفع قوات الأمن للتدخل لفض تلك الاشتباكات وحماية منشآت الجامعة. أما القتيل فسقط قبل تدخل الأمن، تقول هذه الرواية.